بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم جديد على قناتي سميرة كويزين. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا طنجية ديال الكوكوت او طنجية باللحم في الكوكوت، كتجي زوينة بزاف. نحتاجوا لها على بركة الله كمقادير كمية ديال اللحم كيلو او جوج على حسب عدد الافراد الاسرة. انا عندي اللحم ديال الغنمي، يعني اي لحم فيها العظيمات ديالها راه كتجي زوينة في طنجية، غير الا بغينا شي حاجة للضياف او لا هكذا شي طبق اللي يكون زوين فنحضروها بالملج ديال الغنمي او ديال البقري. فانا عندي هنايا اللحم ديال الغنمي الكميه على حسب عدد افراد الاسره. غادي ناخذ هاد الطريفات نديرهم في كوكوط، غادي نضيف للحم واحد المعلقه صغيره ديال السمن بودرع او السمن الحار تكون عامره مزيان، وغادي نحتاجو معلقه كبيره تكون عامره بالكمون حبوب. الطنجيه المراكشيه كدار بالكمون حبوب كيعطي واحد المذاق زوين، فغادي ناخد المعلقه كبيره وغادي نحكها هكذايا ما بين ايدي، كيعطينا مذاق زوين حسن من يكون مطحون. المهم الا ما توفرش عليكم عندكم هذا اللي كيكون حبوب تقدروا تستعملوا الكمون مطحون، من الاحسن يكون شي كمون بلدي زوين. غادي نضيف كذلك واحد نص حامضة صغيرة لحيت ليه الداخل هكا يا طريفة صحاح. هذا المصير ديال الدار اللي تقسمت معكم في القناة، ان شاء الله نخلي لكم الرابط حتى ديال السمن بودرع، هاد الجوج وصفات راه كاينين في القناة. غادي نضيف هنايا واحد 8 ديال الفصوص ديال الثومة، وغادي نضيف كاس ديال عفوا كاس لاروب ديال العنبة ديال الماء سخون، ضفت فيه شعيرات نتاع الزعفران الحر. الا ما عندكمش استعملوا معلقه صغيره ديال الخرقوم بلدي، المهم من الاحسن نستعملوا الزعفران الحر كيعطيها واحد النسمه اللي هي زوينه بزاف. صافي هذا هو باش غادي نمرق الطنجيه، ما كتبغيش الماء بزاف. صافي على بركه الله غادي نحرك هاد المقادير هكذا. وهنايا غادي نضيف واحد نص كاس ديال زيت الزيتون، عندي هنايا اللحم تاع الغنمي كتكون ميدمه فممكن نضيفو حتى الكاس ديال زيت الزيتون اولا خليط ما بين الزيت البلديه وزيت الروميه، زيت المائده وزيت الزيتون. دابا ملي سديتها نقدر نحركها مزيان باش ينسجمو دوك المكونات وتذوب عندنا ديك المصير والثومه. صافي دابا غادي نحطها على نار متوسطه حتى كتبدا تصفر لينا الصفاره، ديك الساعه عاد نقص النار تكون عندي شمعه ونحسب ليها 30 الا كانت الذبيحه ديالنا صغيره، 30 40 45 حتى ساعه كامله الا كانت عندنا لحم البقري كترفد الطياب. وما تنساوش الا بغيتو باش تطيب عندكم اللحم ديال البقري دغيا كديروا ليها واحد جوج عضومه ديال التمر او العلف ديال التمر. انا رجعت معكم، دابا الصفاره ديالي بدات كتصفر، غادي نمهل النار تتولي شمعه. رجعت معكم بعد ما فتحت على الكوكوت ديالي دازت عليها نص ساعه خليتها حتى تنفسات، حليت عليها لقيت ان اللحم ديالي راه طاب كما كتشوفوا، اللحم طاب ولكن المرقه مازال باقي فيها شي شويه ديال الماء، فغادي نخليها دابا كتنشف من داك المراق اللي تيكون زايد، ونخليو الطنجيه معروفه كتبغي تكون غير في القطره غير في ديك اليدام ديال اللحم وديك الزيت البلديه والسمن اللي درنا. غادي نخليها واحد 5 دقائق او 10 دقائق حتى كتنشف من داك الماء. في الطنجيه ديالي طبق التقديم، يا سلام واقفه غير في القطره. الا جاب الله درتو البقري من الاحسن انكم ديروا معاه عظيمه نتاع التمر باش هكا كتربحوا الوقت وتطيب لكم اللحم دغيا. ما بقى لي الا ندير المريقه، و تيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الطنجيه ديالنا، كتجي معلكه واقفه غير في اليدام ديالها.
على حقها وطريقها والمذاق ديالها شهوه منه. نتمنى ان شاء الله انها تنال الاعجاب ديالكم، وما بقى لي في النهايه الا نتمنى لكم دوام الصحه والعافيه، والى الملتقى في فيديو قادم باذن الله، واستودعكم في حمد الرحمن. مع السلامه.